بمناسبة عيد التجلي وفي أحضان دير التجلي الرابض على قمة جبل التجلي في صيدنايا، مجدت جوقة آجيا صوفيا ريسيتال تحت عنوان ويتجلى سلام بحضور صاحب الغطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك ولفيفا من الكهنة ورجال الدين والراهبات. عيد التجلي هو عيد السلام وعيد الفرح. يسوع أظهر ذاته أنه هو الله القريب منا، وعطانا أمثلة أنه نحن كل واحد منا يكون صورة أيقونة لله تعالى على الأرض. إن شاء الله هالعيد هيدا عيد التجلي نتجلى فيه نحن السوريين، ونظهر للعالم شو حقيقتنا نحن السوريين ناس الفرح والسلام. العيد هو عيد الأنوار، سوريا هي النور الحقيقي لأنه يسوع تجلى فيها. واليوم نحن المسيحيين والمسلمين بسوريا مدعوين لحتى نعكس هالنور الإلهي من خلال أعمالنا الصالحة، من خلال عيشنا المشترك، من خلال سوريا اللي هي فسيفساء، يلي هي النموذج بيعلم العالم كله معنى التعايش، معنى العيش الحقيقي بسلام ومحبة. كان عنوان رسالتنا نحن الأمسية يتجلى السلام، يعني نحن محاضرين السلام، محاضرين الترانيم روحية ووطنية سوا، لأنه هن اثنيناتهم الوطن والدين واحد، يعني اللي عنده إيمان بوطنه عنده إيمان بدينه. فكان نحن حبينا أنه كمان تجلي السلام يكون من التجلي من هون، يتجلى السلام ليكون رسالة للعالم كله أنه نحن هون بسوريا نحن بلد السلام. عيد تجلي الرب كتير خاص ومميز، بنشعر أنه صيدنايا كلها تجلى فيها نور الرب الإلهي، تجلى فيها السلام اللي هو فعلا بتشعري فيه. مبارح كان منتشر بين كل العالم جو من السلام والفرح بحضور غدة بطريرك الزيارة الأولى لغبطه إلى صيدنايا. بينا هيك أنه نقدم شيء، حتى بدنا نقدم ترتيلة من أعماله هو، من ألحانه هو اللي هي بارك الله يا نفسي الله. كمان بدنا انه كمان خلينا هاي السنه انه الكتاب من عنا من صيدنايا، وحتى من رئيس الجوقه كمان كان له حصه فيها، والالحان من الحاني طبعا. وهيك كبدايه جديده يعني حبينا انه نقدمها بالرسيتال ويكون شيء فعلا يليق بسيدنا البتراك. اصوات رفعت بترانيم روحيه لمست شغاف القلب تعطشا لتمجد الرب في هذا الحدث العظيم عيد تجلي الرب، وهو الانتقال بالنفس والحواس لتذوق الحياة الروحية. كما عبر الحضور عن فرحهم بهذا الاحتفال موجهين الدعوات لرجال الجيش العربي السوري بالنصر. انعاد عليهم وعلى الجميع وعلى سوريا، وإن شاء الله مثلكم مثل هالأيام بيكون السلام والأمان والاستقرار في سوريا. كل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم وعلى سوريا جميعا ألف ألف خير، والله يرحم جميع الشهداء، وإن شاء الله بعم السلام والأمان على سوريا يا رب. سوريا بكل أطيافها ستبقى منارة للعالم بالمحبة والإخاء بفضل صمود أبنائها وتلاحمهم ووقوفهم يدا واحدة إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري حتى تحرير آخر شبر من ترابها.